ازاي؟ ممكن تفرد وشك بقى، الولد طلع من صاحب. يعني انا لازم اكلمك عشان تيجي تبص على المكان؟ الف مبروك يا عم جو. اسمع، مبروك لينا. ايه؟ انت تشتغل معايا؟ خلاص مفيش كلام في الموضوع ده. امال فين صافي؟ جوه. بقول لك ايه؟ انت فعلا فعلا لازم يتعمل لك تمثال. ليه؟ تستعملها ازاي دي ولا بتعرف تقنعها باي حاجه ازاي؟ وده ليه ده بقى ان شاء الله؟ بص، ارائها كويسه جدا، بس اول ما تسمع راي واحد مش عاجبها بتكابر وتتعصب، والموضوع بيبقى صعب جدا. فانت فعلا بطل. لا بس هي ساعدتني قوي الفتره اللي فاتت دي. شكرا يا ندى. شكرا ايه بقى بعد اللي انت قلته ده؟ طب ثانيه واحده يا جماعه، عندي تليفون بس. ماشي. الو. واضح انك كنت بتيجي هنا كل يوم بقى. ايوه يعني انا ما كانش ورايا حاجه، وبعدين انت ما كنتش موجود. يعني ايه؟ مش مبرر على فكره. انت عارف ان لو كنت قلت لي كنت هتضايق. ما طلع مصاحب صافي، ما تبطل هبل بقى. هاي ندى. هاي صافي، ازيك؟ الحمد لله، ازيك انت يا طاهر؟ صافي هاي. ها ايه رايك؟ لا شغل عالي الصراحه. انت لحقت تعمل كل ده امتى يا ابني؟ صافي اللي شاطره. جو الفايس بتاعتك هي اللي خلتني اعمل كده. حبيبتي بقول لك ايه؟ ممكن تجيب الباند ونعمل ساوند تشيك؟ مش عايز اي حد من الجيران يشتكوا. ها انت عارف سكان المعادي دول. ما تقلقش هظبطها لك والله. وحشتيني يا بيبي. لا بتهزر، اتواصل امتى؟ شو الوحيد اللي كان عارف ان انا راجع النهارده، بس انا قلت له ما يقولكيش. ده صقر صاحب صافي. اه استنى. انتوا انا هاجيلكم. صاحب صافي مش عارف مين صور ده. بقول لك ايه؟ عايزين نعمل حاجه جامده قوي للاوبننج. ها ساكت ليه؟ ماشي يا جو، ان شاء الله ربنا يسهل. انا ماليش في الجمل دي خالص. جمل ايه يا جو؟ انا بقول لك ربنا يسهل. وانا بقول لك ما بحبش الجمل بتاعت فضي المجالس دي، ولا الجمل اللي احنا بنقولها واحنا مش مصدقينها اصلا. انت دلوقتي تلاقي واحد معدي على ناس ما بيحبهمش، بيقول لهم ايه؟ سلام عليكم، مساء الخير، تعالوا اشربوا شاي، وهو لا عايز خير ولا سلام ولا معاه شاي اصلا، هو بيكرههم. قيس على كده بقى كل الجمل اللي بتتقال واحنا ما بنعملش بيها ولا حاسينها اصلا. وجهه نظر برضه. بس والله ساعات بنقول الكلام ده من باب الذوق. عموما زي ما قلت لك ربنا سهل. حبيبي نعتبره سهل. تيكو، هو انت لسه محتاج تفكر وانت اصلا رافض الفكره؟ طب اقول لك على حاجه، اديك يوم فكر وارجع لي. في اسهل من كده؟ غريب جدا النهارده. ساعة ما جه هو قاعد في الجنينة ومش بيتكلم. شوية وطلع لبس ونزل. بس قبل ما ينزل طلب مني طلب غريب أوي. أنت كمان؟ طلب منك إيه؟ خد موبايلي. نعم. وأنت بتسمعيها بتخليكي تشوفي صورة. كأنك بتتفرجي على فيلم رومانسي بالظبط. بتحكي بشغف كده، طريقتها مخلياني مش عايز أقوم من قدامها. انت عارفه اني كان نفسي اعيش في الزمن ده. وازاي بعد قصه الحب دي كلها قدرت تتجوز وتسافر مع جوزها؟ قالت لك انها حبته؟ ما كملتش، كانت تعبانه. بس اول ما تحكي لي اقول لك على طول. على طول؟ على طول. من امتى بقى وانت مهتمه بقصه الرومانسيه دي؟ يعني ايه من امتى؟ عادي. طيب في حاجه؟ لا. وانت يا استاذه ليلى هتفضلي قاعده على الموبايل طول النهار؟ انا مش هشتري باقات جديده لحد. اي مذاكر. شكرا. وانتوا كمان ممكن تسيبونا لوحدنا، عاوزه اتكلم مع ايهاب. مسكين، معايا في ايه؟ تاني معانا؟ عاوزه اتكلم معاه هو لوحده. شكرا، باي باي، جود نايت. تطريقه سريعه كده. هلا. ايه الحوار ده؟ ماشي معلش. صباح على خير. صباحي على خير يا حبيبتي. في ايه؟ في ايه؟
أبوك اتكلم معايا النهاردة وقال لي على اللي بيحصل بينكم. بصراحة دي مش أول مرة. أنا مش قادرة أقولك تعامل معاه بطريقة أحسن وحسن علاقتك بيه غير لما أنت يبقى عندك استعداد إن أنت تسمعه وأنت مش رافض. فاهمني؟ بالظبط. لما يبقى عندي استعداد إن أنا أقعد أسمعه وأنا مش رافضه. أنا بقى دلوقتي ما عنديش أي استعداد لا أسمع ولا قديم ولا جديد. ماشي أوكي أنا فاهم، بس ممكن لحد ما يجي لك استعداد إن أنت تسمعه ما تقعدش تقطمه على طول. حاول يعني. أنا عارفة إن اللي عمله معاك صعب، بس رمزي كبر وعقل وفي الآخر أبوك. كبري بس يا نودي. امبارح واحنا قاعدين في المطعم اللي متعود يقعد فيه على طول، صاحب المطعم جه قال له خطيبتك فين؟ خطيبتك؟ خطيبتك. يا نهار اسود، هو خطب؟ معرفش بقى. اسكتي اسكتي، انا مش عايز اتكلم. انا هقوم امشي. رايح فين؟ امشي خلاص، عندي حاجات الصبح فلازم اطير. باي باي. باي يا حبيبي. ايه نمرتي؟ الو. انا حسن، ما تقفليش. أنا واقف تحت قدام بيتك، ويا هتنزلي لي يا هطلع لك أنا. عاوز إيه يا حسن؟ إحنا كبرنا على الكلام ده. هطلع. أوعى تطلع، بطل هبل، إيه الهبل ده؟